ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما إلهام شانيل. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الامور ديالكم مزيانه وفي تمام. جميع السيدات وجميع الحبيبات الوفيات على القناه ديالي دائما الام شانيل. لا فيديو ديال اليوم غادي تكون وصفه مختصه بكبير الصدر كما قريتوا تحت هذا الفيديو في العنوان، وغادي تكون بالمكون السحري للماورد. هذا الماورد هذا ولا هذا المكون هذا هدرت لكم عليه صافي لونطون، يعني صافي شحال هادي وانا كنهضر لكم عليه في القناه ديالي منذ صراحه الله البدايه ديالي على تكبير الصدر بالماء ديال الورد السحري، ولقيتو عليه نتائج رائعه جدا. غير هو اؤكد ثم اؤكد انه خاصو يكون الفغي ويكون ذات جوده عاليه ويكون الجوده ديالو مليحه ومزيانه باش يتواتى معكم ويكبر لكم الصدر ديالكم. هذا الشيء كنقولوا بالنسبه للسيدات اللي كيعانوا من تصغير الصدر. الناس اللي عندهم ديجا صدر كبير فاكيد ما كيخصهمش الموضوع، ما كتخصهمش الوصفه. دونك جيسبر تنال الاعجاب ديالكم، تشاركوها، تعملوا لها شير، تعملوا لها بارطاج مع الصديقات ديالكم والاحباب باش تعمل فائده ان شاء الله للجميع، وتشاركوها مع الزملاء والصديقات في الجروب واتساب، في الجروب فيسبوك، وما تنساوناش دائما بتعليقاتكم، اقتراحاتكم، استفساراتكم، واهم شيء هي النتيجه ديالكم. يعني بعد تجربتكم لاي وصفه طبيعيه خليوا لينا النتيجه. الا كنتو ديجا مجربين هذه الوصفه بالماء ديال الورد ولقيتوا عليها نتائج غزاله ومرضيه ورائعه خليونا اوسي لي كومونتير ديالكم. اكيد حنا كنرحبوا بكل التعليقات، نقراوها ونستافدوا من بعضنا البعض. وعلى بركه الله غنمروا لطريقه التحضير وطريقه الاستعمال، ولكن قبل غادي نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه. غادي نحتاجوا كمكون رئيسي وكما هو مكتوب في العنوان ديال الفيديو اللي هو الماء ديال الورد. بالنسبه للماء ديال الورد غادي تقريبا ربع زلافه ما عمراش، ما يعادل واحد 3 ديال المعالق الى 4 ديال المعالق كبار ديال الماء ورد اللي كيكون ذات جوده عاليه بدون ديك الاسامي. ما بغيت صراحه نذكر الاسامي لانه كاينين اسامي تبارك الله ما شاء الله كبيره ومتعدده على حسب اختيارات ديالكم، على حسب نتوما شنو كتفضوا، على حسب نتوما شنو كتبغيو. يعني اي ما ورد عندكم ولا كتاخذوه كيتواتى معكم وكتلقاو عليه نتائج زوينه والثمن ديالو مناسب فهو اللي تاخذوا. ثاني مكون هو الحلبه. كما شفتوا هنا وكما غتلاحظوا معايا هنا الحلبه ماشي مسحوقه ومغربله، هنا الحلبه تعمدت انني نخليها لكم حبيبات. ها نتوما هي مطحونه ولكن ما مطحوناش مزيان، انا غنحاول نبين لكم باش تشوفوا اكثر. فالحلبه ديالي هنا ما مطحوناش مزيان، ها نتوما يعني مطحونه ولكن باقي دوك الحبيبات ديال الحلبه كيبانوا في الوصفه، لانه الا خليناها بهذا الشكل هذا صراحه الله لقيت عليها نتائج اكثر، لانه جربتها يعني بودره، جربوها السيدات اوسي بودره ولقاو نفس النتيجه اللي لقيت انا. يعني لقاو انها تفضل او يستحسن انها تكون هكذا بهذا الشكل هذا، يعني تكون مطحونه نص طحنه كما كنقولوا حنا بالمغربيه الدارجه، ما تكونش مطحونه مزيان ومسحوقه ومغربله، ولكن مع ذلك خصكم تحضيروا دوك الحبيبات، لانه فاش غنعملوا بها عمليه المساج لمنطقه الصدر فدوك الحبيبات يقدروا يسببوا لينا حكه او حساسيه او احمرار او تهيج. فهذا الشيء ضروري ما نكونوا دائما دايرينه في البال ديالنا، ونديروا اكيد الاحتياطات اللازمه باش نتفاداو جميع المشاكل باش ما نوقعوش فيهم. وبالنسبه كما قلت لكم الحلبه راه خديتها بهذا الشكل هذا، حاولت نطحنها ولكن طحنتها نص طحنه يعني ما طحنتهاش كامله. دونك هذا الشيء اللي كاين، هادو هما جوج المكونات فقط باش نكبروا الصدر ديالنا باسهل الطرق. وما كاين صراحه الله احسن الوصفات الطبيعيه لتكبير الصدر والتجميل بصفه عامه، لانه دائما الاشياء الاصطناعيه والكيماويه كتبقى خطيره ومضره للجسم، تقدر ما تسببش لنا اشياء خطيره في ديك الوقيته ولكن كتسببها على المدى البعيد. على بركه الله غادي نمشيو لطريقه التحضير وطريقه الاستعمال. بعد ما تعرفنا على مكونات الوصفه غادي ناخذ الحلبه وغادي نوضعها في الماء ديال الورد كما هو مبين او موضح في الفيديو. غادي نخلط الكل بواسطه فرشيت ولا بواسطه ملعقه ولا بواسطه اي شيء، المهم هو نخلطوا الوصفه مزيان على حقها وطريقها. هنا غادي ناخذ الفرشيت ديالي وغادي نحاول نخلط. الى جاتكم الوصفه يعني سائله بزاف فحاولوا يعني تصفيوها، ومن وراها عملوا عمليه المساج بديك الحلبه لانه غتكون شاربه لينا الماء ورد. عينكم ميزانكم، بغيتوا تخليوها ترقد واحد المده ما بين الماء ديال الورد
الحلبه واحد المده ديال ربع ساعه بمشروبات الحلبه الماء ورد عاد تستعملوها، فاكيد حتى هذا لو شوا ديالكم. توجور كيبقى لو شوا اختياري على حساب نتوما وشنو بغيتو، على حساب نتوما وداك الشيء اللي يناسبكم او لا اللي ما يناسبكمش. دونك بعد ما تصبح لكم الوصفه بهذا الشكل هذا، غادي تخليوها كما قلت لكم واحد ربع ساعه بمرقدات، ومن بعد غادي تعملوا كل هاد المكونات في واحد العلبه بلاستيكيه ولا زجاجيه، وتبقاو كل ليله قبل ما تنعسوا تعملوا عمليه المساج غير بشويه، يعني غير بواحد الكونتيتي قليله لعمل الصدر ديالكم، يعني ك تعملوا ليه عمليه المساج وهكذا خفيفه ظريفه لمده ديال 15 دقيقه او ربع ساعه او 30 دقيقه لو ماكسيموم، اي على الاكثر ما تفوتوهاش. ومن وراها اكيد المده ديال اسبوع او اقل غادي تحصلوا على نتائج رهيبه جدا 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 وغايه في الروعه، وغتشكروني عليها. كنتمنى غير تبارطاجيو الفيديو ويعجبكم، اكيد ما تنساوناش باللايك، اشتراككم في القناه، ضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانا نقول لكم نشوفكم ان شاء الله في لا بروشين فيديو. خليت لكم الراحه والهنا، والسلام عليكم حتى الفيديو الجديد ان شاء الله.